الصدقة طال عمرك تدفع البلاء. من أثار الصدقة شوف حب الناس لك. ما لك سبيل بعد الأعمال الصالحة إلا الصدقة. أنا أقول اغتنم الفرصة دامك عايش وتصدق لو بريال. الكلمة الطيبة صدقة، إماطة الأذى عن طريق صدقة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. فالأذى يعني كل شيء يضر الناس، فكونك تزيل الأذى عن الناس بأي شتى أنواع الأذى يعني هذه تعتبر صدقة. اليوم الحقيقة عندنا ثلاثة أسماء ثقيلة جداً متميزة جداً، وواضح أنهم مستعدين استعداد كبير جداً. والحمد لله بعد ما جمعت الفلوس هذا جبت الحلو هذا. لا لا يا أخوي، مو بهذا الله يرحم والديكم، السيكل هذا حقي. أي بداية مؤلمة لا نهاية مشرقة، فمن هنا انطلقت من جديد، وهذا اليوم أنا داخل عليكم. معلش يا اخوان نسيت جوالي على الهزاز. امي العزيزه، الو، هلا امي، حياك الله. اتمرن عندي مشروع اليوم. ماجد الغامدي سعيد الحارثي، هذه امالهم وطموحهم، هذول هم البسطاء، انظروا ماذا كتبوا ولم يوقعوا، هذه امالهم، هذا باب القريه سيفتح بعد ايام. اتمنى ان اكون جميعنا قد اللي طموح الناس هذه وامالهم، ام نغادر ونجعل الباب مغلقا. حقيقه امتعتنا وتمنينا الوقت ما انتهى صراحه معك. ما شاء الله موهبه متاصله في اهل جيزان، لا تكاد تجد بيت ما في شاعر. خيالك واسع، روحك طيبه، الله نفسيتك حلوه. سؤالي وائل، الوقت 10 دقائق كم استهلكت منها؟ والله توقعك. انا في حاجه مشكله بسيطه دائما اعاني منها، وهي يعني عندما انسجم في العمل اللي اقدمه يضيع علي الوقت. فارس بن أحمد البشيري، وبداياته كانت انتشار مقاطع له في مواقع التواصل الاجتماعي حتى وجد عالما خاصا به يقدم من خلاله رسائله المنوعة. إيش الهدف يعني؟ الهدف أني أكسب ناس أتعلم منها، سواء متسابقين أو أساتذة، وأكسب جمهوره كلهم، الشخص اللي يقدم لهم الشيء اللي يفيده. شاعر ومنشد ومحبوب وبطلتي نورت شاشة. عندك روح جميلة، عفويتك حلوة على كل حال. بس تحدي للجنة، هل هو استفزاز ولا إيش؟ لا والله. طيب وش تقصد؟ ليش أنت قلت استفزاز؟ ليش ما قلت ثقة بالنفس؟ في ثلاث عبارات، من هو فارس البشيري؟ فارس البشيري أكثر شخص تحطم في الحياة. المتسابق الأخير بسام. الله يمسيكم بالخير يا متابعين، يا رب لك الحمد، الله رزقني برزقتين طيبة وبروح أودع على البنك. الله لا أنت ولا متابعينك برا. برا ما تدخل منك. كنت دائما أحب الاعتماد على نفسي في كل شيء، في كسب رزقي أو في دراستي، أعتبرها هبة من الله، وهي التمثيل الكوميدي. الحين بقولكم سبب حضوري هنا يا أستاذ سعيد. سم، وش شعورك لو شفتني مبتسم؟ والله أنا ارتاح وابتسم. طيب يا أستاذ ماجد، لو كانت هالبسمة هذه عن طريقك وش شعورك؟ شيء عظيم. وأنا هذا اللي أنا حاضر هنا له عشان لغة اليدين كانت جيدة، الوجه كل حاجة، بس الحركة كانت خطوتين أمامية خطوتين خلفية. تتوقع لو كنت مكاني أنت حقيقة هنا وعندك 100 درجة كم تعطي نفسك؟ مهارات النجوم، اليوم بناخذ مهارة جميلة جدا، شايفين على الصورة؟ نتكلم اليوم عن فن صيد القلوب، وهذا الموضوع ترى يصلح لكل الناس، ما حد يشعر أن الموضوع يحتاج إلى مهارات، والموضوع يحتاج تكون أنت عندك نية كيف تكون محبوب. يوم يكون عندك ضيف خلك انفرط في البشاشة، خلك مرة منفرط فيها. أعطوه تحية بالله. الفأل دائما كله خير، الفأل دائم كله خير. إذا حدثوك عن المشاكل فحدثهم عن الحلول، إذا حدثوك عن الألم فحدثهم عن الأمل، إذا حدثوك عن المصائب فحدثهم عن الصبر والأجر والفرج. توكلنا على الله، شجع في مسابقة زد فرصتك المؤهلة لزد رصيدك. هرمون الإدرينالين، هرمون الإدرينالين يقول راضي. كبريتيد آخر كلام، كبريتيد ولا الرمل؟ كبريتيد مرة ثبت إن شاء الله. يقول كبريتيد. خطأ إجابة خاطئة، وراحت للمميز بندر العلي. لو فكرت فيها شوي بتجيبها. لسان المزمار، 5 ثواني لسان المزمار يقول. لسان المزمار إجابة. السلام على كرم، السلام على كرم. بندر علي يقول كلا ثبت صح، يقول ثبت. السلام عليك، صح، يا سلام عليك.
ما هي الأداة التي تستخدم لدراسة النجوم؟ هل هو المنظار أو التلسكوب يا عبد العزيز الزايد؟ يقول التلسكوب والإجابة الصحيحة صحيحة. يقول ما المعدن السائل الذي يستخدم في الترمومترات الطبية؟ هل هو الزئبق ولا الرصاص؟ أعطوني نتيجة. الزئبق. ما في الزئبق. يقول الزئبق. الإجابة. اللي ما يلحقها خاسر زد.